أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات والأراضين، حمدا يليق بجماله وجلاله وعظيم سلطانه. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، إمام الأولين وخاتم المرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائد الغر المحجلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، طلابي الأعزاء، طالباتي الكريمات، أحييكم بتحية الإسلام العظيم، تحيتهم فيها السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. طلابي طالباتي الحبيبات، نلتقي بكم على خير بإذن الله سبحانه وتعالى لنفرد الحديث في هذه المحاضرة عن موضوع الناسخ والمنسوخ. موضوع الناسخ والمنسوخ من المواضيع الجميلة جدا التي تعرفنا فعلا على عظمة قدر الله، وعلى عظيم عطاء الله، وعلى لطف الله ورحمة الله، وعلى تيسير الله على عباده سبحان الله. فقضية الناسخ والمنسوخ أيضا تعطينا فكرة عما كان وكيف كان، ولماذا رفع الله شيئا بشيء. سنتعرف في الناسخ والمنسوخ على كثير من الأمور التي ربما يقرأها الإنسان آناء الليل وأطراف النهار في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولا يستطيع فعلا أن يستشعر بسبب جهله كثير من الأشياء أو الأحكام الموجودة في القرآن الكريم. لماذا مرة في آية يقول مثلا في عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10، ثم في آية أخرى وصية حولا إلى متاعا إلى الحول غير إخراج، لماذا مرة لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني في غير حالة السكر يمكن أن نشرب الخمر، لكنه مرة يقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأسلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هذا على مستوى القرآن. على مستوى السنة، لعن الله زوارات القبور، لكنه في حديث آخر يقول ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. قد يحدث هذا الأمر عن جهل بعض اللبس عند الناس الذين لا يعرفون في الناسخ والمنسوخ. أولا، ما معنى ناسخ أو ما معنى منسوخ؟ سنتعرف على التعريف وما يشترط في النسخ، يعني وما يقع فيه النسخ، هل النسخ يقع في أي آية وفي أي موضوع. طبعا سنتعرف لاحقا أقسام النسخ وأنواع النسخ في القرآن الكريم وطرق معرفة النسخ والحكمة من النسخ في القرآن الكريم، وهذا الجمال بعينه في موضوع النسخ. نأتي أولا لتعريف الناسخ والمنسوخ. عندما نقول نسخ أي أزالة، النسخ من الإزالة. النسخ في الاصطلاح هو رفع حكم شرعي بدليل شرعي. إذن عندما ارتفع الحكم الشرعي وأزيل الحكم الشرعي، لم يزال هذا الحكم لمجرد إرادة إنسان ولمجرد هوى إنسان، وإنما سبب رفع هذا الحكم الشرعي وجود دليل شرعي. شرط هذا الدليل أن يكون متأخر عن الحكم الأول، متأخر عنه مع ضرورة وحدة في الموضوع، مع وحدة في الموضوع. إذن هو رفع حكم شرعي بدليل شرعي لحكم شرعي آخر متراخ أو متأخر عنه في نفس الموضوع، في نفس الموضوع. هذا بالنسبة لتعريف النسخ. أما المنسوخ هو الحكم المرتفع. إذن النسخ هو فيها ناسخ وفيها منسوخ، فيها حكم يزال حكمه، آية يزال حكمها وآية أخرى رديفة لها. المنسوخ هي الآية التي سيرفع حكمها. الناسخ الذي يأتي متأخرا بدليل شرعي هو يكون ناسخا لما تقدم من حكم شرعي. المنسوخ هو الحكم الذي رفع أو المرتفع أو الذي أزيل حكمه. ما هو شروط النسخ؟ ما هو شروط النسخ؟ أولا، لكي نقول أن هناك نسخا، النسخ عادة يكون في حكم شرعي،
في حكم شرعي. لماذا؟ لأن التخصص الذي نتكلم عنه في القرآن هو لابد بالضرورة أن يكون حكما شرعيا. اثنان، أن يكون الدليل على ارتفاع الحكم خطاب شرعي، شرط هذا الخطاب الشرعي متراخيا عنه ومتأخرا عن الخطاب المنسوخ حكمه. إذن لا يمكن لا عقلا ولا منطقا ولا إيمانا بمعرفة قدر الله سبحانه وتعالى وبعلم واسع علم الله سبحانه وتعالى أن يكون الله قد خط لنا خطابا في حكم شرعي الآن ثم يأتي خطاب في نفس اللحظة يلغيه، هذا مستحيل. إذا شرط أن يرفع حكم شرعي حكما شرعيا آخر أن يكون متراخ عنه وبدليل شرعي وفي نفس الموضوع. ألا يكون الخطاب المرفوع حكم مقيد بوقت معين أو بزمن معين. لماذا؟ لأنه انتهى الزمن المحدد أو الوقت الذي حدده الشارع لهذا الحكم، يكون بذلك انتهاء الزمن هو إعلان بارتفاع الحكم. إذن هو لا يحتاج إلى حكم آخر لكي يرفع هذا الحكم المقيد بزمن ما. إذن الشروط واضحة، أولاً أن يكون الحكم الذي ورد فيه النسخ أو أن كان ناسخاً أو منسوخاً يكون حكماً شرعياً، وأن يكون الخطاب الشرعي متراخ ومتأخر عن الناسخ، يكون متراخ ومتأخر عن المنسوخ، وأن يكون ألا يكون مقيداً بوقت، وألا يكون مقيداً بوقت. في أي شيء يقع النسخ؟ ما هي المواضيع التي من الممكن أن يقع فيها النسخ وأن يرتفع حكم ويأتي حكم آخر لكي يحل مكان هذا الحكم ويصبح هو المعمول فيه شرعاً؟ طبعاً ما يقع فيه النسخ، النسخ يقع في الأوامر والنواهي، في الأوامر والنواهي صريحة في الطلب أو بلفظ الخبر أو بلفظ الخبر. لكن لماذا النسخ لا يقع في العقائد مثلا؟ لماذا لا يقع في الأخبار؟ هل من الممكن أن نقول اليوم أن الله واحد ثم يأتي حكم يلغيه ليقول أن الله ليس واحدا؟ هذا لا يمكن. هل من الممكن أن يكون الله سبحانه وتعالى في آية أن النبي محمد هو رسول ثم بعد ذلك يلغيه؟ مستحيل. هل يمكن أن يقول أن هناك يوم آخر ثم بعد ذلك يأتي حكم لا ليس هناك يوما آخرا؟ مستحيل. إذن لا يمكن أن يكون أو لا يقع النسخ في العقائد، وأيضا لا يقع في الأداب والأخلاق. عندما يتكلم الله سبحانه وتعالى عن حرمة التجسس، حرمة الغيبة، حرمة النميمة، حرمة سوء الظن، لا يمكن أن يأتي بعد ذلك حكما مخالفا له ومتراخ عنه ليقول بأن هذه الأداب حلال، لأن هذه من صميم ديننا ومن صميم آدابنا الإسلامية التي لا يمكن أن تتغير لا بتقدم الزمان ولا ترتفع بحكم ما، لأنها من الأصول في الدين. أيضا أصول العبادات والمعاملات، أصول العبادات والمعاملات كمثلا أصول العبادات الصلاة كصلاة كفرضية أو كوجوب الصلاة، لا يمكن أن يكون هناك حكما يقول وأقيم الصلاة على أنه فرض، أقيم فعل الأمر والأمر يفيد الوجوب، إذن الصلاة واجبة، ثم ينسخ هذا بآية أخرى لتقول لا يوجد صلاة أو لا الصلاة ليست واجبة. هذا لا يمكن أن يكون. إذا أصول العبادات لا يمكن أن يقع فيها النسخ، وأصول المعاملات حل الله البيع وحرم الربا، هذا البيع حلال سيبقى حلالا إلى آخر الزمان ما بقي القرآن فينا، إذا البيع حلال والربا حرام. لكن نأتي إلى بعض الفروع وبعض التفصيلات التي سنرى بإذن الله مثلا كيف في الكثير من الأمور أنه حصل فيها نسخ. إذن والخبر الصريح الذي ليس بمعنى الطلب كالوعد والوعي، أيضا هذا لا يقع فيه النسخ، لأنه لا يمكن أن يتوعد الله إنسان بمعصية فعلها ثم بعد ذلك يلغيه برضا من الكريم. إذن باختصار شديد النسخ لا يقع إلا في الأوامر والنواهي صريحة في الطلب أو بلفظ الخبر. أقسام النسخ، هنا نريد يعني أن نركز في أقسام النسخ ونركز الحديث فيها بالأمثلة. أولاً النسخ يقع على أربعة أقسام. ممكن أن يكون نسخ قرآن بقرآن أو قرآن بسنة أو سنة بسنة أو سنة بقرآن أو سنة بقرآن. نأتي على القسم الأول وهو
نسخ القرآن بالقرآن. قال سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. نتوقف إلى هنا. جاءت هناك آية متراخية عنها في الزمن، يعني بعدها بفترة، تتكلم عن نفس الموضوع لنرى أن الله سبحانه وتعالى قيد الحكم هنا ليس بحب متاعا إلى الحول غير إخراج، وإنما بأربعة أشهر وعشرة. قال سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. أربعة أشهر وعشرة. إذن في الآية الأولى كانت عدة المتوفى عنها زوجها في صدر الإسلام عبارة عن حولا كاملا، حولا أي سنة كاملة. تلطف الله بنا ويسر علينا ورحمنا وخفف عنا فجعلها أربعة أشهر وعشرة. الآن الحكم هنا مختلف عن الحكم هنا، بأي حكم نأخذ، بالعام أو الحول أم بالعشرة أشهر وعشرة أيام؟ طبعا طلابي اللكان طالباتي الحبيبات، سنرى أي آية متقدمة وأي آية متأخرة حسب النزول. الآية التي فيها حكم الأربعة أشهر وعشرة أيام هي متأخرة، إذن هي التي تلغي أو ترفع حكم الآية التي سبقتها في النزول، والتي تقول: وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فتكون الآية الثانية ناسخة أي رافعة ولاغية لحكم الآية التي سبقها. الآية التي سبقت ماذا نسميها؟ منسوخة، حكمها منسوخ أي ملغي، حكمها ملغي. تبقى ونقرأها في القرآن ونتعبد الله سبحانه وتعالى بها. وقد يسأل سائل: طب بما أنه انتهى حكمها لماذا نقرأها في القرآن؟ سنأتي على هذا الكلام وهذه التساؤلات ونجيب عنها بإذن الله سبحانه وتعالى. ما يهمني الآن أننا الآن نسخنا أو نسخ الله سبحانه وتعالى القرآن بقرآن، فكان هنا الناسخ قرآنا والمنسوخ قرآنا. عدة المتوفى عنها زوجها الأربعة أشهر وعشرة أيام، نسخت الحول الكامل، وهذا النوع الأول من أنواع النسخ في القرآن الكريم. هل يجوز نسخ القرآن بالقرآن؟ طبعا القرآن قطعي الثبوت، والقرآن قطعي الثبوت، إذن يمكن أن ينسخ بعضه بعضا، فهذا النوع من النسخ متفق على جوازه بين العلماء. نأتي للنوع الثاني من النسخ، نسخ القرآن بالسنة، يعني أن يأتي حكما في السنة لينسخ آية موجودة في القرآن. طبعا هنا له نوعان، لأن السنة نوعان، عندنا سنة أحد وعندنا سنة متواترة. سنة الأحد قلنا في محاضرات سابقة أن المتواتر هو ما رواه جمع عن جمع بحيث تحيل العادة وتوهم على الكذب. والسنة سنة الأحد هو ما اختل فيه شرط من شروط التواتر، يعني ما لم يكن متواترا يكون أحدا. طبعا سنة أو السنة المتواترة هي صحيحة بالإجماع ويجب العمل بها، بينما سنة الأحد منها ما هو مظنون ومنها ما هو يقيني ومنها ما هو غير يقيني، ولذلك يكون منها ما هو صحيح ومنها ما هو أو منها ما هو مقبول ومنها ما هو غير مقبول، ويندرج تحت ذلك طبعا بناء على الحكم في كل سنة من السنن أو نوع سنة من السنن الحكم على هذه السنة. إذن نسخ القرآن بالقرآن جائز بين العلماء بالاتفاق. نسخ السنة بالقرآن هي على نوعين، قد ننسخ القرآن بسنة الأحاد أو بالسنة المتواترة. ما حكم كل منها؟ طبعا نسخ القرآن بسنة الأحاد الجمهور لا يجيزه. لماذا؟ لأن القرآن يقيني والسنة ظنية، سنة الأحاد ظنية، ولا ينسخ الظني اليقيني. هذا هو رأي العلماء أو رأي جمهور العلماء. النوع الثاني من السنة هي السنة المتواترة، هل تنسخ القرآن أم لا تنسخ؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فنجد أن الإمام مالك وأبو حنيفة وأحمد في رواية له أجازوه، وقالوا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو إلا وحي يوحى. وبما أنه وحي يوحى وثبت ثبوتا قطعيا هذا النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، كأننا نسخنا يقيني بيقيني،
كأننا نسخنا يقيني بيقيني ولذلك أجازوه. لكن سنجد أن بعض العلماء ومنهم الشافعي وأهل الظاهر وأحمد في الرواية الأخرى رفضوه لقول الله سبحانه وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وقالوا أن السنة لا يمكن أن تكون أفضل من القرآن ولا يمكن أن تكون مثل القرآن، فهي على درجة أقل من القرآن، فلا تنسخ السنة القرآن سواء كانت سنة متواترة أو سنة أحد. ولذلك نسخ القرآن بالسنة كما قلنا فيه النظر عند العلماء، خاصة الخلاف اشتد. طبعا ليس فيه على الغالب في سنة الأحاد ليس فيه إشكال، لكن في سنة المتواترة وقع فيه الإشكال، ولكل من العلماء وجهة نظر في هذا الأمر. كيف يمكن أن تنسخ السنة القرآن؟ هل هناك أمثلة فعلا أن السنة نسخت القرآن؟ لنرى. قال تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا إذا كانت كان الزانية عندما تزني كان حكمها أن تبقى في البيت حتى يتوفاها الموت أو يجعل الله لها سبيلا، وهذا الأمر موجود في القرآن الكريم في سورة النساء. نسخت بقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. طبعا أخرجه مسلم فالحديث صحيح. قال تعالى: والذين، طبعا بالنسبة للمثال الأول، المثال الأول واضح فيه أن القرآن الكريم قال بأن الحكم في الزانية أن تبقى في البيت حتى يتوفاها الموت، إلى أن جاء البشير وإلى أن جاءت البشرى بالفرج عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، وجاء بحكم البكر الزانية البكر والزانية الثيب، ليكون قد من الله سبحانه وتعالى عليها بأن جعل الله لهم مخرجا وجعل الله سبحانه وتعالى لهم فرجا. لكن هنا المخرج والفرج جاءوا بالسنة ولم يأتوا بالقرآن، والحكم هذا معمول به عند كافة العلماء وعند كافة الفقهاء. هذا هو المثال الأول. أما هناك مثال آخر كيف نسخت السنة القرآن؟ إذن طلابي طالباتي نركز، عندما قال يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، هذا الحكم الأول المتقدم، جاء بعده قول النبي صلى الله عليه وسلم: البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. هذا الحكم المتأخر الذي جاء بعده. هذا الحكم الثاني يلغي حكم الآية الأولى، فيكون الثاني هو الناسخ والأول الملغي حكمه هو المنسوخ، هو المنسوخ. وهكذا نقول بأن السنة قد نسخت القرآن. هناك مثال آخر، قال سبحانه وتعالى: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، نسخت بقوله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح. لا هجرة بعد الفتح، إذن لا ولاية لمن لم يهاجر. طبعا جاءت السنة لأنه لكي تطمن المسلمين وتقول أنه الآن لا هجرة بعد الفتح، بمجرد يعني من لم يهاجر بعد الفتح لا ينطبق عليه هذه الآية، فيصبح حكمها مرفوعا، يصبح حكمها مرفوعا أو منسوخا. قوله صلى الله عليه وسلم: كان فيما نزل من القرآن 10 رضعات معلومات تحرمن، ثم نسخنا بخمس معلومات. إذا كانوا 10 ثم نسخنا بخمس، فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. إذا كانوا تقرأ في القرآن بأنها 10 نسخت بخمسة في السنة النبوية، فالخمسة لغت أو نسخت حكم 10. إذا أخذنا القسم الأول وهو نسخ القرآن بالقرآن، وقلنا بالإجماع جائز، نسخ السنة بالسنة، وقلنا
أن العلماء فرقوا بين سنة الأحاد والمتواتر. الأغلبية أو جمهور العلماء لم يجيزوا نسخ الأحاد سنة الأحاد بالقرآن أو القرآن بسنة الأحاد لكونها مظنونة والقرآن يقيني. أما الخلاف الشديد وقع في المتواتر والقرآن الكريم، فقالوا طبعا جمهور العلماء انقسموا، منهم من أيد ومنهم من عارض الأمر. نأتي الآن إلى القسم الثالث في النسخ، وهو نسخ السنة بالقرآن. نسخ السنة بالقرآن طبعا هنا هذا النوع من النسخ أجازه العلماء، لأن كما قلنا السنة ظنية والقرآن قطعي، فالقطعي يمكن أن ينسخ الظني، لكن العكس الذي لا يمكن أو وقع فيه خلاف. طبعا مثاله قوله سبحانه وتعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وأيضا وجوب صوم عاشوراء نسخ بقوله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فأصبح الوجوب فقط قائم على صيام رمضان. هذا إذا نسخ القرآن أو نسخ السنة بالقرآن جائز، لأن القطع ينسخ الظن. النوع الرابع من أنواع النسخ هو نسخ السنة بالسنة، كما تقدمنا في مثال زيارة القبور، كما قلنا في صدر الإسلام عندما كان هناك أفعال جاهلية، وعندما كانت المرأة تفجع في الموت فتشق الجيب وتلطم الخد وتقول يا سندي ويا عضدي، فتأخذ ألوانا، يعني تقوم بأفعال ألوان من الشرك. هنا الإسلام أو الرسول صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن زيارة القبور لأنه موروث الجاهلية ما زال فيهم، فقال: لعن الله زوارات القبور. لكنه بعد أن تمكن الإيمان في قلوبهم وبعد أن استقر الإيمان في قلوبهم وأصبح يميز بين الأفعال الشركية، وأصبح الواحد منهم يبيع نفسه رخيصة في سبيل الله، فأصبح هذا الأمر الشركي الذي كان من عاداتهم وموروثاتهم الجاهلية يعني يفت في عضد دينهم، فامتنعنا المسلمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها، ألا فزوروها. كثير من الأمثلة في نسخ السنة بالسنة طبعا، وحكمها جائز ولا إشكال فيها، لأننا ننسخ ظني بظن، فلا إشكال في ذلك. أقسام نسخ السنة بالسنة: كما قلنا ممكن أن ننسخ متواتر بمتواتر، أو أحاد بأحاد، أو أحاد بمتواتر، أو متواتر بأحاد. هي هذه الأقسام الأربعة يعني بالمنطق: المتواتر بمتواتر، أحاد بأحاد، أحاد بمتواتر. أو طبعا المتواتر بالمتواتر كما قلنا الإثنتان في نفس تكافئ بعضها بعضا على نفس المستوى، المتواتر والمتواتر نفس المستوى، إذا يلغي ممكن أن ينسخ الواحد الآخر. الأحاد بالأحاد كذلك ممكن أن ينسخ الأول الثاني. أحاد بمتواتر، المتواتر قطعي أكثر من الأحاد، المتواتر قطعي والأحاد هو الظني. فكما قلنا ما ننسخ من آية أو من سنأتي بمثلها، مثلها، أو ما ننسخ من آية أو من سنأتي بمثلها بخير منها، بخير منها أو مثلها. هنا المتواتر خير من الأحاد فينسخه، الأحاد مثل الأحاد فينسخه، المتواتر مثل المتواتر فينسخه. فهنا الحكم الجواز. أما المتواتر بالأحاد فالجمهور على عدم جوازه، كما قلنا، لأن الظن لا يلغي القطع. طبعا هل يلغي الإجماع والقياس النسخ؟ هل ينسخ؟ ممكن حكم بالإجماع ينسخ آية أو ينسخ قرآن، أو بالقياس ممكن ننسخ حكم في آية أو حديث؟ طبعا هذا الكلام لا يمكن ولا يكون. نأتي لأنواع النسخ في القرآن الكريم. عندنا عدة أنواع. النوع الأول هو نسخ التلاوة والحكم معا، يعني الآية ليست موجودة في القرآن وحكم الآية الذي نسخ وارتفع لا نعمل به، هذا هو معنى نسخ التلاوة والحكم معا. عن عائشة قال: كان فيما أنزل 10 رضعات معلومات يحرم، فنسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن. ثانيا نسخ الحكم وبقاء التلاوة، كما قلنا في آية
المعتدة عن زوجها، عن وفاة زوجها التي كانت في البداية تعتد بحول كامل. طبعا الآية ما زالت تقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى، لكن الحكم نسخ وارتفع ولا نعمل به، وإنما نعمل بالآية الناسخة لها والتي جعلت الحكم 10 أشهر و10 أيام. سؤال مهم جدا، ما الحكم، ما الحكمة من رفع الحكم وبقاء التلاوة؟ الآن الآية موجودة، وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. الآن الحكم أنا لا أعمل فيه، ولا يقول أحد من الفقهاء بالعمل به. طب لماذا بقيت الآية في المصحف؟ ما الهدف من وجودها؟ هل أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يوصل لنا بوجود هذه الرسالة أو الآية التي نسخ حكمها، هل يريد أن يوصل لنا رسالة؟ طبعا سنرى عجائب حكم الله سبحانه وتعالى في هذا المضمار. أولا، نحن نعرف أن من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا نقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وبناء عليه وجود هذه الآية التي ارتفع حكمها كلما نقرأها كلما كان لنا فيها أجرا وثوابا على التلاوة، وهذا من فضل الله ومنه علينا. ثانيا، هي تذكير بنعمة الله في التخفيف. غالبا ما يكون النسخ فيه تخفيف، يكون الحكم المتأخر أخف من الحكم المتقدم. فلو قلنا المعتدة عنها زوجة تمكث حولا كاملا في العدة أم 4 أشهر و10 أيام، طبعا الأخف 4 أشهر و10 أيام. لو لم تكن هذه الآية في المصحف الأولى المنسوخة اللي هي حولا كاملا، لو لم نقرأها في القرآن لربما نسينا فضل الله علينا، لربما نسينا رحمة الله بنا. فوجودها وتلاوتها مع عدم وجود أو العمل بحكمها فيها تذكير وإشعار برحمة الله ولطف الله وحنان الله وعفو الله علينا سبحان الله. فإذا هي فيها كما قلنا رحمة من الله وتذكير بنعمة الله سبحانه وتعالى. إذا قلنا حسب الأنواع، النوع الأول نسخ التلاوة والحكم معا، ثانيا نسخ الحكم لكن تبقى التلاوة، ثالثا نسخ التلاوة لكن يبقى الحكم، يعني هي غير موجودة في القرآن وحكمها معمول به إلى يومنا هذا، كقوله الشيخ والشيخة إذا زنيا فاجلدوهما أو فرجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هنا تتحدث هذه الآية الغير معمول أو غير الموجودة في القرآن التي لا نتلوها بالقرآن، ارتفعت لكن بقي حكمها. ما الحكم الموجود في هذه الآية؟ أن الزاني المحصن، الزاني المحصن أو الثيب إذا زنى كان رجلا أو امرأة فرجموهما البتة، الرجم حتى الموت، حكمه الرجم حتى الموت نكالا من الله والله عزيز حكيم. يبقى الحكم نعمل به، لكن لو فتحنا المصحف من أوله إلى منتهى لن نجد هذه الآية. فهنا ارتفعت الآية ولكن بقي الحكم في القرآن، أو بقي الحكم معمولا به، بقي الحكم معمولا به. نأتي الآن لنقول ما هي الطرق معرفة النسخ في القرآن الكريم. كيف أعرف أن هذه الآية منسوخة؟ كيف أعرف أن هذه الآية يعني ارتفع حكمها وارتفعت هي كانت موجودة وارتفعت من القرآن في التلاوة؟ كيف نعرف؟ طبعا لا يمكن أن نعرف إلا بطريق واحد، وهو النقل الصريح. النقل الصريح أن يأتي نقل من الصحابة رضوان الله عليهم في ذلك الوقت ويقول بأن هذه الآية كانت كذا، زي كما قالت عائشة كان فيما أنزل، أو كان فيما كان من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا وقالتهن يعني كان مما يقرأ في القرآن، فهذا نقل صريح أن هناك شيء كان موجود في القرآن ثم ارتفع. نأتي الآن لنتعرف على فيض الله في معرفة الحكمة من النسخ. فكرة النسخ كلها الموجودة في القرآن الكريم، أن ينسخ حكم حكما أو يرفع حكم حكما، ما الحكمة منه؟ أولا مراعاة مصالح العباد، مراعاة مصالح العباد. فمصالح العباد تتفاوت، ولذلك سبحان الله كما قلنا أن الله سبحانه وتعالى راعى نفسيات الناس وراعى
طبائع الناس وراعى الفترة الزمنية التي كانت فيها الدعوة الإسلامية من وقت إلى وقت. عندما نقول زيارة القبور في أول الإسلام، التعاطي معها مختلف تماما عن نهاية الإسلام. التعاطي في المتوفى عنها زوجها حولا كامل، ثم بعد ذلك 4 أشهر. أقول أيضا أن نسبة الالتزام في البداية تحتاج إلى أن تكون المدة أطول، تحتاج إلى أن تكون المدة أطول. كثير من الآيات التي وردت في القرآن الكريم كان الهدف من النسخ واستبدالها بحكم آخر، رفع واستبدالها بحكم آخر، هو من باب مراعاة مصالح العباد. أيضا كما نوهت قبل قليل وقلنا، أراد الله أن يرينا تطور التشريع من مرتبة إلى مرتبة حتى وصل إلى درجة الكمال، بناء على تطور الدعوة وتطور حال الناس. الآن قبل قليل ربما أدخلتها في الشرح الأولاني، فقلنا أن الشريعة السمحة تناولت وراعت مصالح الناس وراعت أعراف الناس وراعت أنفس الناس وطبائع الناس من وقت إلى وقت. الذي دخل الإسلام البارحة ليس كمن دخله بعد 10 سنوات، تعاطيه وإيمان وتسليم مختلف، يقينه بما ينزل على محمد مختلف. ولذلك هذا الانتقال من حكم إلى حكم ورفع حكم بحكم يتلائم ويتناسب مع مراحل تطور التشريع ومراحل تطور الدعوة من بداية الإسلام إلى نهايته، وتطور أحوال الناس وظروف الناس من وقت إلى آخر. أيضا ابتلاء المكلف واختباره بالامتثال وعدم الامتثال. الآن عندما نزلت آية تقول 10 رضعات يحرم، ثم بعد ذلك أصبحوا 5، أنا الآن سمعنا وأطعنا. عندما قال لعن الله زوارات القبور، ما لن أزور، لكن ألا كنت قد نهيتكم ألا فزوروها. لا يصح بعد أن يقول زوروها نقول لا لن أذهب، قال النبي كذا. إذن هذه الآيات سواء الأولى حتى في عدة المتوفى عنها زوجها، بعض النساء تعتد بعد زوجها سنوات، وهذا ليس من شرع الله. لا نقول بأن تفعل الأفاعيل، لكن التزاما بشرع الله العدة المعروفة شرعا هي 4 أشهر و10 أيام، لكن لا تخرج للناس ولا تحدث الناس ولا تشاركهم أفراحهم ولا تشاركهم مناسباتهم، لأن زوجها توفى ولم يعني يمر عليه سنة. هذا ليس من شرع الله، شرع الله سمعنا وأطعنا. 4 أشهر و10 أيام كافية لأن تكون المرأة يعني قد فجعت في زوجها وأعطته حقه وواجبه كزوج، كحق من حقوق الزوجية حتى بعد وفاته. ونوه هنا إلى أن يعني الخطأ أحيانا قد يحدث على النقيض، أن بعض النساء من غير الوفيات قد تتجرأ على الله وتتجرأ على حق زوجها فتفعل الأفاعيل بعد يوم ويومين وثلاثة وأسبوع، وقد نراها في البحر وقد نراها هنا وهناك، وذلك للأسف بسبب أحيانا التسيب في الفتوى وظنا أحيانا من بعض الناس أو من بعض المشايخ أن المرأة قد يعني تحدث معها اكتئاب وإلى آخره. لكنني أقول في هذا المضمار أن الوقت الذي وضعه النبي أو وضعه القرآن هو وقت يجب أن يحترم، ويجب أن تأخذ فيه المرأة الحق الكامل أو الواجب الكامل لزوجها، امتثالا لطاعة ربها وحفظا لحق زوجها وعشرة زوجها في هذه السنوات. أيضا إرادة الخير للأمة، لأننا كما قلنا أن غالب النسخ كان من الأخف، كان من الأثقل إلى الأخف، يعني أن الأحكام التي جاءت ناسخة كانت أخف من الأحداث التي كانت متقدمة وكان معمولا بها. وكذلك إذن هو كان تخفيفا، ولو كان هناك بعض الأحكام من الأسهل انتقلت إلى الأصعب يكون ذلك تعظيما أو أعظم للأجر والثواب. بهذه الحكم اللطيفة نكون قد انتهينا بفضل الله ومنه وكرمه من هذه المحاور، أو هو محور واحد لكن بين طياته الكثير من الكلام في الناسخ والمنسوخ، من المواضيع الجميلة التي يعني أشعر أحيانا بشغف في الحديث عنها، لأننا تضع فعلا أعيننا وقلوبنا عند رحمات الله وحنان الله بعباده وتيسيرا
على عباده. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن يصطفينا لخدمة ديننا، وأن يستعملنا ولا يستبدلنا، وأن يوفقنا إلى سواء السبيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.